في غضون سنة 2004 تعرفت على شخص معين جاني، يعني أنا نعرفه كان يخدم مع عمي الأولاني ومن بعد مع عمي الثاني ومن بعد خدم شوية مع أخويا ومن بعد خدم مع راجل عمتي. جاني عنده مشكلة في الديوان، عملوا له محضر ديواني ما يقارب 20 مليون دينار، هو وزوز من نسخين. جاني الحق يبكي ومن هنا وقال لي راني تعرضت للمظلمة ويلزمك تقف معايا وبشي حطموني وبش درا شنو وبش من هنا، وانا مستعد اللي تحب عليه الكل ومن هنا ونعطيك فلوس. قلت له انا ما ناخذش معناها فلوس، الحق متاع ربي، فهمت؟ كان تحب نخدموا بعضنا، نعرفك انت معناها انسان ديناميك ودي قردي، نخدموا مع بعضنا. قال لي نخدم معك، ما نخدم مع حتى حد، نولي نخدم كان معك انت، انا نولي ظلك. قلت له باهي، توكلنا على الله. كلمت وقتها عمتي، فهمتني، رفعت لها الامر بطريقتي انا الخاصه، نحاولوا المحاضر الديوانيه ومدير الديوان تنح، فهمتني، مدير الديوان علي طرابلسي وقتها نحاول.